في دور المؤسسات التعليمية المدارس في نشوء هؤلاء الأطفال وتعاطيهم للدخان والسجائر؟ هذا يجي في المرتبة الثانية بعد الوالدين يعني أو بعد الأسرة، لأن المؤسسات التعليمية لها دور خطير جدا ومؤثر في الأطفال، ونحن نعرف أن المعلم هو أيضا يمثل شيء مهم جدا في حياة أو المعلمة شيء جدا مهم في حياة فيجب كان يجب أن يعني تعطى دروس لإظهار هذه الآفة أو هذا الشيء الخطير على الصحة وعلى المجتمع وعلى الأمور الاجتماعية، من ضمنها دروس جانبية بعيدة عن المناهج، كذلك توفير أوقات للترفيه و يعني ما نخلوش وقت فراغ من الأطفال، هذا يتم عن طريق أولياء الأمور. نعم، ما دور الفاعلين في المجتمع في محاربة وعلاج هذه المشكلة؟ الفاعلين يجب الاحتكاك المباشر بالأطفال والمراهقين، أمر الإذاعة والتلفزيون الاختلاط ضعيف جدا، لأن نحن نعلم أن الأطفال والمراهقين يعني لا يهتموا بالبرامج التي تقوم بتوعيتهم بالشكل أو إرشادهم. إلا ممكن من الممكن إرشاد أولياء الأمور والاهتمام بهم. للأسف الشديد يعني ابتعاد الآباء أحيانا والأمهات عن أبنائهم بظروف العمل وأشياء أخرى كثيرة تؤدي هنا إلى أن الطفل يشعر بأنه لابد أن يثبت رجولته وأن يكون هو في مرحلة معينة يبين نفسه أنه هو خلاص كبيرة وأصبح يستطيع أن يعيش حياة يعني معناها استقلالية خاصة به، وأول حاجة يديرها اللي هي التدخين. طيب ماذا عن الحلول؟ كيف للمجتمع أن يحد من هذه المشكلة والظاهرة إن صح التعبير أنها ظاهرة؟ هي قد تصل لمرحلة الظاهرة، يعني ليست مشكلة فقط بل تصل إلى مرحلة الظاهرة، لأن المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة من المراحل الحرجة جدا في حياة الإنسان طبعا، ويجب التعامل مع المراهقين في هذه المرحلة بشكل يعني مهم جدا لا يستهان به، لأن المرحلة سن المراهقة التغيرات الجسمانية والنفسية اللي يمر بها الطفل في انتقاله من الطفولة المبكرة إلى مرحلة المراهقة تؤثر فيه وتتغير نظرته للمجتمع من حوله، وتدخل فيه نزعات وشهوات ورغبات على القيم وعلى المجتمع. وهذا كل إنسان مر به من السابق، يعني مر به بشكل كذلك. نحن يعني يجب أن نظهر الجانب الديني من ناحية التدخين، يعني نظهر بعض الآيات، وفي الحقيقة 12 دليل في القرآن و13 دليل في السنة على حرمانية التدخين. ليش ما ظهرش الطفل وولي أمره هذه الأدلة؟ نعم، إذن الوازع الديني هو من الحلول